بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في منتجع آفا موسى، نصور لكم غرفة من نوع سوبريوف، تصوير شركة المحيط للسياحة ماليزيا. الغرفة عبارة عن سريرين دبل يكفي من كل 4 أشخاص. هذا سرير، سرير يوجد أيضا شاشة مسطحة. هنا إطلالة الغرفة على الحديقة. طبعا هنا دورة المياه عزكم الله، يوجد شطاف. طبعا هنا شاور، مع تحيات شركة المحيط للسياحة ماليزيا.